السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة فكرة فنان، ومع فيديو جديد وفكرة جديدة، وإن شاء الله الكل يستفاد معانا النهاردة. فكرة النهاردة يا جماعة هي رسم جدران طوب 3D أو طوب ثلاثي الأبعاد، وهتكون فكرته بسيطة إن شاء الله والكل هيستفاد منها، ومش هنطول على حضراتكم ونبدأ الفيديو على طول. اهلا بيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده زي ما قلنا هو رسم جدران 3D او رسم طوب ثلاثي الابعاد، تمام. وقبل ما نشرح لحضراتكم طبعا هنبدأ نقسم الجنب بتاعنا مقاسات الطوب، تمام. ومقاسات الطوب انا بقسمها على حسب مساحة الجنب اللي موجود معايا، لو الجنب كبير بقسم المساحات بتاعتي على حسب مساحة الجنب، جنب صغير بقلل المساحات اقل عن الجنب الكبير. هنا طبعا انا واخد مقاسات على الجنب بتاعي وببدأ ادي علامات بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده علشان هشتغل الطوب بتاعي، تمام. وابدأ اخد علامات الناحية التانية، ولو انا معايا مسطرة كبيرة باخد علامات بعيدة، مسطرة صغيرة بحاول اجرب المسافات شوية، تمام. بعد ما باخد علامات يا جماعة من اليمين ومن على الشمال ببدأ اوصلها ببعضها زي ما شايفين حضراتكم كده، بالشكل ده. طبعا انت حابب تعرض الطوب شوية مفيش اي مشاكل، زي ما قلنا على حسب مساحة الجنب حاول تقلل مساحة الطوب او تكبرها على حسب مساحة الجنب نفسه. هو بالشكل اللي شايفين حضراتكم كده، انا طبعا واخد المقاسات بتاعتي على حسب المساحة اللي انا شغال عليها. طبعا دي الخطوط العرضية، لسه الخطوط الطولية. وبكده نكون خلصنا من الخطوط العرضية بالشكل اللي شايفينه حضراتكم، وهنبدأ طبعا نقسم الطوب بتاعنا الخطوط الرأسية أو الخطوط الطولية. وطبعا بقسم الطوب بتاعي على حسب المساحة المطلوبة، طبعا بيبقى العرض أكتر من الارتفاع دايما، ده طول الطوبة نفسها الشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. وببدأ أقسم الطوب بتاعي بالشكل اللي هتشوفوه حضراتكم كده، طبعا ما بقسمش كده على طول يا جماعة، انا بقسم كل جزئية بالشكل اللي هتشوفوها كده، يعني انا هخلص اول جزئية الاول كده عشان ابدأ هشتغل عليها بالشكل اللي شفتوه. طبعا هنا في خط، معلش انا اسف، الشكل اللي شايفينه كده. طبعا انا خلصت اول حطة بالشكل ده، هاجي طبعا في نص الطوبة دي واعمل الطوبة عكس التانية، تمام، بالشكل ده كده. هاجي في النص واجي واخد الخط اللي بالعرض اهو كده، انا اشتغلت طوبة وطوبة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده.
وبكده يا شباب نكون خلصنا من تخطيط الشكل الطوب بتاعنا او الحجر بتاعنا بالشكل اللي شايفينه حضراتكم بالمقاسات، ودي اهم حاجة مع ان انا اقسم المقاسات بتاعتي كويس الاول. وكده هنبدأ نخش على المرحلة التانية، وهي مرحلة التجسيم اللي هي هتخلي معايا الطوب ده الثلاثي الابعاد، ونكمل معاكم الشرح على طول. وبعد كده يا شباب بنجيب اللون المطلوب عشان نبدأ نشتغل الالوان بتاعتنا، واللون اللي معايا ده لون بني. تمام، انت بتشتغل باللون اللي يعجب حضرتك او اللون اللي هيتناسق مع المكان اللي انت موجود فيه. وهنا يا جماعة هنبدأ نشتغل في تجسيم الطوب بتاعي. وطبعا انا بجيب الخط الاسود ده، في ناس بتشتغله رصاص تمام، وبعد كده بتشتغل الوان مفيش اي مشاكل. انا عملت هنا الخط الاسود عشان يبقى ظاهر لحضراتكم، انت حابب انت تشتغله باللون الاسود بالشكل ده مفيش اي مشاكل، تشتغله بالرصاص وكده كده هتخطط بالمسدس تاني مفيش اي مشاكل. وبجيب الشكل كده اللي زي ما شايفين حضراتكم كده، وهمشي الخطوط بتاعت الاساسية كده بخط زاهي شوية اهو، شغل عشوائي يعني بخط عشوائي مش شرط يكون عدل بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده تمام. وهنبدأ نعمل خطوط داخلية يعني بنفس عدد الأضلاع كده، خطوط داخلية على بعد 4 سنتي 5 سنتي على حسب ما انت عايز، والمساحة تساعد معاك بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بس على أخف يا جماعة من بره اهو بالشكل ده كده، هيكون خفيف شوية عن الخط الخارجي. وبنبدأ نوصل الزوايا ببعضيها تمام، ونبدأ نعمل ظل في المنطقة دي كده، وده اللي هيمشي معانا في الجنب كله ان شاء الله. والظل بتاعنا كل ما يروح نحاول نخفيه كده على ما فيش بالشكل اللي شايفينه حضراتكم، ونيجي نفس الكلام هنا في الضلعين دول بالعكس كده، ونعمل ظل بالشكل اللي شايفينه كده، يا رب يكون واضح لحضراتكم. نفس الفكرة دي يا جماعة الكل يركز فيها، نفس الفكرة دي اللي هنمشي فيها في الطوب كله اللي موجود معانا في الجنب. طبعا لسه في تأثير تاني باللون الأسود هيظهر الشغل معانا أكتر، هنمسك برضه عشان الكل يركز معانا الجانب التاني بالشكل ده كده أهو. سواء أنا عامل بخط أسود أو بخطوط رصاص هشتغل اللون ده زي ما شايفين حضراتكم بالمسدس كده، وهعمل خطوط داخلية على خفيف شوية بالشكل اللي شايفينه كده اهو، ونوصل الزوايا او السوك ببعضيها، ونيجي في الضلع ده وفي الضلع ده نعمل ظل، وكل ما نروح على خفيف نختفي بالشكل اللي شايفينه كده على ما فيش اهو. ونفس الكلام نفس الضلع ده والضلع ده نعمل ظل بالشكل ده للخارج على ما فيش اهو، يطلع معانا شكل الطوب بالشكل ده. طبعا هو لسه هيظهر لما الشغل يكمل معانا، ونكمل معاكم نفس الكلام اهو من الداخل بالشكل ده، وبعد كده نعمل ظل، وكل ما نروح نخف ايدينا كده على ما فيش، وهنا نعمل ظل للخارج برضه على ما فيش. وطبعا الكلام ده كله هيمشي معانا في الجنب بتاعنا بالكامل اهو، هنا نص طوبة يبقى نعمل نص طوبة بالشكل ده كده، ونعمل ظل للناحية دي وظل للناحية دي. طبعا هنكمل مع حضراتكم الجنب بالكامل، وهنرجع لحضراتكم عشان وقت الفيديو.
وبكده يا شباب نكون خلصنا من مرحلة تجسيم الطوب بالشكل اللي شايفينه حضراتكم، عمل الظل والنور بلون واحد زي ما شرحنا لحضراتكم، وهنبدأ نعمل الفاصل اللي بين الطوب باللون الأسود. والكل يركز معايا في المرحلة دي علشان مرحلة مهمة، لأن هي اللي هتظهر معايا الشغل. بنيجي في السوكة يا جماعة اللي زي كده اللي بين الجالب والتاني في الزاوية اللي هنا كده من فوق ومن تحت، وهنعمل الحركة دي كده بالشكل ده كده اهو بالأسود، وبنيجي زي كده على الخط ده كده على ما فيش، والخط ده كده على ما فيش بالشكل ده كده يعني. بنكسر السوكة على خفيف اهو تاني في اللي تحت، بنيجي واخدين سن الدوران كده وسن الدوران كده نكسر بيها السوك بتاع الطوب، ونيجي على الخطوط كده ونطلع على ما فيش. كله يركز معايا اهو يا جماعة، بناخد خط كده ونيجي في السوكة كده او الزاوية ونكسرها على خفيف، او نديها سن الدوران اهو بالشكل ده كده، ونبدأ نملى بالشكل ده كده. طبعا بتدينا لمسة جميلة للطوب، وبتظهر معانا الشغل الثلاثي الأبعاد ده يا جماعة. بنعمل الحركة دي كده في كل السوك والزوايا اهو. الشكل اللي شايفينه حضراتكم كده بكل سهولة، خطوة سهلة وفي نفس الوقت خطوة مهمة. لان هي بتظهر الشغل بتاعنا هو بالشكل ده كده. يا رب الكل يكون شايف الفكرة بتتعامل ازاي. هو بنيجي في الزاوية بالشكل ده كده، وبناخد سن الدوران بالشكل ده كده. طبعا دي هنكررها في الشكل الطوب بتاعنا بالكامل، وهنرجع لحضراتكم تاني. وبكده يا شباب نكون انتهينا من الشكل بتاعنا او الفكرة بتاعتنا النهاردة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. يا رب يكون الكل استفاد معانا، وما تنسناش في اللايك والشير، واللي مش مشترك في القناة يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل. وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد وفكرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.